السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي الكرام، تحية طيبة دائما. كيف الحال؟ كل شيء مزيان، في أمل ربي. نبغيكم تكونوا على خير وبخير، في أحسن حال وأحوال. تتمنى تلقاكم دائما تكونوا بخير وعلى خير، والله يرفع علينا هذا الوباء، ترجع المياه لمجاريها ويرجع كل شيء في أمان الله وحده. اليوم بغيت نشارككم هالمزجة، ديما الجديد وديما الأحسن الحمد لله. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. بغيت نبداكم بالمزجة ونوريكم واحد الأصدقاء اللي تنتعاملوا معهم، تي الصنعة ديالنا تتكمل مع الصنعة ديالهم، الارتيزانة، هادشي ديال النقرة وديال باش تتعلقوا فيهم الجوهر، وغنديروا معهم واحد جولة مع الإخوة. مرحبا بكم، تابعونا ونتمنى نكونوا عند حسن ظنكم، ومرحبا. والصورة هي أحسن تعليق إن شاء الله. أعزائي الكرام، دابا حنا تتواجدوا في واحد بازار ولا بوتيك ديال الحاج عبد الملك جبر وبنته اللي مقابله، هي اللي تتزلق، هي اللي تدير هادشي ديال الارتيزانة. مرحبا بكم، والصورة أحسن تعليق. هادو نداو على لبن، هادشي ديكولي ديال الحجر كاين المرجان، هادو مختصين بالديكولي كما قلت لكم. اللي الصناعة ديالنا ديال التامجاد اللي تتكمل هاد الصناعة ديال الارتيزانة، انت كلشي فيه الزلاق والعقيق كما قلت لكم. الصورة هي احسن. رب العباد تبارك الله، هادشي كله ديال الحجر الحار. مرحبا بكم عند أسماء مجبر والحاج عبد الملك الوالد ديالها، باب مولاي إدريس. هادشي تيمثل القديم وتبارك الله حتى الجديد، الصناعة التقليدية ها اللوبان ديالنا، اللوبان الحر الغليظ. عاطي نسالو ليكولي، عاطي نقول لكم عاطي الصناعة ديال الحناجر اللي تيدالو من جديد. تبارك الله، الوينات والاشكال جد متعدده. عارف ليك يا محمد عار نصيف عند مولاك، لك هذا الزمرد بالنقره حره. هذا الجوهر الحر، انت باش تعرفوا الحر شدت عليه بالبيترينات. هذا انت الزمرد ديال الحجر الاخضر الحر، وكما قلنا فيه المجدول ديال الصقليس كارتيه. عندها سيدي وسيد خلق الله،
تتعبر على الواقع. هادو الخضر بالحجر الحار بالمجيد، لا تقد الثقل ديال الحار كما قدكم الدجاج، الدجاج بلدية. هذا التخمال ديال الكتاف قديم اللي كان الناس يستعملوه قديم، ودابا تبارك الله قديم اللي جديد له جده والبالي اللي تفرط فيه. دابا هذا كله بالجوهر، الجوهر هو تخمال، ها هو تخمال بالجوهر الابيض الحار وبالحجر الخضر الحرين مزيانين بالمجدول ديالو. انت ما كنتش كنت تشوف بالحجر الحار وبالذهب. تنساليكم عند بازار ولا محل ديال الحاج عبد الملك وبنتو مجبر. هذا الزمرد باللوان الكولي ديالو بالخلخال ديال الرجل وبالدمليج. أشكال متنوعة ومع تنوع تنجدل ديال الخناجر، الخناجر البلديين تنديرهم حتى الخناجر هكا حتى هما عندنا معاهم علاقة ديال المجادل، لأن كما قلت لكم حرفة تتكمل حرفة والصناعة التقليدية كلهم تيتعاونوا. ناجر ولا دوبواطات ديال الناس اللي كتدير فيهم شحال هادي بواطات مرصعين في الحجار و الارتيزان بالنقش. مرحبا بكم عندنا مرة ثانية، ونتمنى نكونو خفاف عليكم وعلى المشاهدين الكرام. ومرحبا بكم عند محل ديال مجبر عبد الملك وبنتو اللي هي اللي تتشرف على بزلاك ديال الزهر وتصوب ديكشي ان شاء الله كما ينبغي. نتمنى نكونوا عند حسن ظنكم ومرحبا بكم مرة أخرى، وتتمنى نكونوا خفاف عليكم وتتمنى نكونوا استفدتوا من هذا الشيء. مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.